سهاني يا خال وشرد مني وانا دبت فيا لحني يا ظالم يا غزال يا غزال حسنا قتال يا غزال ظالم يا غزال يا غزال حسنا قتال يا غزال ظالم يا غزال ظالم كان عندي غزال كفو محني دي دي بلي كان عندي غزال مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محمود وين محروس وين الياس وين حسين مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محروس وين محمود وين الياس وين حسين ومرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين روشي روشي يلا وخلي الصبوحة شحرورة تغني ويهز البارون مرحب تعين ومرحب تعين وين نهدب بيكي وين وين مسعود وين يا هلا قموري يعطيك العافية الله يعافيكي وخلي لي اياكي يا قمورة شلوني منيح الحمد لله اشتقتي لي طبعا اشتقت لك لكن ما اشتقت لكش اتفضلي يا ميزة هذه هالمقشي هذه هدية مني إلي هي ما هي بي بي إيش المطرحة هيك ها هذه اسمها مقشي مش مثل مقشتنا القديمة انكسر ظهري وأنا عم كنس فيها قديمة؟ لا يا ميزة لا بزعل منك ها لا تحكيش هاي قديمة ليش؟ مثل ما عم قلك هالمقشي هذه هالقديمة غالية علي كثير معقول يعني هذه المقشي غالي عليك؟ طبعا طبعا يا ميزة لانه هالمقشي ورثني اياها المرحوم الوالد الله يرحم ترابه يعني مثل ما لك شايفه هذه نصها ذهب ونصها الثاني ما ذهب مش عم بفهم عليك شي يا بي طبعا هذا لغز تلفزيوني وزنك ذهب كما ما فهمت الشي وك يا ميزة يا حبيبتي نصها ذهب يعني طار راح ذهب ونص الثاني ما ذهب يعني لساته موجود ما طرش بعد لسه رح تشتغل بالبنت تفضلوا الغدا جاهز مرحبا يا ميزة شلونك عساكي مريضة؟ الحمد لله مريضة شو هال؟ يا سلام سلم المجدرة تتكلم أنا روح قلبي المجدرة مع البصر بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لي شو صار معك؟ شو قلت لأخيك خليل؟ خليل؟ وشلون بدي شوفه يعني؟ المنظوم عليت رايته بعد ما صار رئيس الجمعية فلاحية وأبي يرضاش يقابل مخلوق يخلق إلا بموعد مسبق بس أنت خيو والمفروض ما يكونش بيناتكم مواعيد رسمية هيك المفروض بس خليل أفندي عامل لحاله صاولي ودولي ومش شايف حد قدامه لخي ولميه كأني أني حرف ساقط وبيستحي مني الأفندي فشرة عيونه وليش لحتى يستحي فيه أنت فلاح وهو فلاح بقى شو الفرق بيناتكم الفرق أنه هو قوي وغني وكلمته مسموعة وأني فقير وضعيف وحقوقي مبلوعة يعني أرض كل الناس بيعرفوا أنها إلك بقى ليش؟ هلق شو بنا بالماضي يا أمي إذا خلاص اللي راح راح وأبناش نقلب بمواجهة صدقيني يا أمي إذا أني مش زعلان عشان الأرض يلي ما قدرتش حصلها منه أني زعلان ومقهور لأني مش عم بقدر صلح قطعة هالأرض الصغيرة البقياني عنا طول بالك بي كل شي بينحل على القليل مشان صحتك مش بيدي يا أمي إذا مش بيدي الواحد لازم يحسب حساب لأنه الزمن ملوش أمان ملوش امان غدار يعني معروفي يوم بيخليك فوق ويوم بيخليك تحت معروفي ميزة طيب اني عندي رأي هاتي لشوف ليش ما بترهن البيت حتى هص هص لا تجيبيش هسيري على لسانك بتاتا قال ارهن البيت قال عال والله
هذا اللي كان ناقصني حتى تكمل معي. خير يا ابو ميادة؟ لا 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 افشي ابدا، اعطيني كاسة مي الله يرضى عليك. روشي روشي. يعني انا مش حارق قلبي الا هالكلم الطويل العريض اللي ما طلع منه ولا 20 صحايه عنب. الله وكيلكم يا جماعه، الله وكيلكم. حق السماد اللي دفعته للدواني ما جبته. يعني ارضي انظم، قسما بالله شجره التفاح يلي كانت تجيب بموسمها 400 كيلو هلق بهذا الموسم ما جابت 20 كيلو. هسه بدنا نظل نحكي بهالقصه؟ امر الله وحصل. الموسم مضروب والكرم معطوب، بس الرزق من عند رب العالمين بعد اسمه مكتوب. والنعمة بالله ما نقولش لا، بس كيف بدنا ندبر امورنا؟ كيف بدنا نوفي ديوننا؟ انا من جهتي نويت بيع ارضي، والا قسما بالله بسفة تراب انا وعيالي. على عيني، بس مين بده يشتري مني؟ يعني في غير خليل؟ قولتك، هذا بتفرقش معه لا اذا انضرب الموسم ولا اذا الارض بارد. المال مكدس فوق قلبه تكديس، وكله من استغلال الناس. طبعا هاي ابو ميادة خيه من امه وبيه، ومع ذلك ما وفروش حتى الارض اللي خلف له اياها بيه، سطالوا عليها. الله يسامحه، شو بدنا نعمل معه يعني؟ ذمته واسعة يصطفل منه لربه. هات شاي يا ابو معذب. شو صار مع بيي بعدين؟ بخصوص شو؟ بخصوص 300,000 ليرة مشان يصلح فيهم الارض. والله يا بنتي بعد ما انضرب الموسم بقيش حدا معه مصاري، والفلاحين كلهم عم يبيعوا اراضيهم حتى يعيشوا. بقى منين بده يتدين المسكين؟ يعني معقولة افيش حدا بالضيعة معه مصاري؟ في بس قلال. مثل مين يعني؟ مثل ابو دعاس مسار الاراضي وابو سعيد الدكنجي. طيب وما يروح لعندهم يتدين منهم؟ بيي حقاني والناس بيحبوه. هذول ناس بخافوش الله، وشروطهم قاسية، وبيمصوا دم البني ادم مثل العلق. الله لا يشبعهم. يعني ما راحش لعند حدا؟ راح بس ما مشي الحال. طب انا عندي فكرة. شو هي؟ السبيي بحطاش واطي لعمي خليل، مش هيك؟ هيك. طب خليني روح لعنده بلكي بقنعه. بشو بدك تقنعي؟ بلكي بدينا شي 400,000 ليرة، منه نربح بح 100,000 ليرة ومنه منصلح الأرض. إلهي صلحوا رقبته. طب بلكي بحن علينا. شلون بده يحن؟ الأرض اللي خلفها جدك لأبوكي لهفلي يا. طيب خليني جرب. والله ما بعرف يا بنتي، والمفروض إنه يقدر زيارتك إله، وخاصة إنك بنت خيه وكان يحبك كثير وانت صغيرة. بس هالشي لما كان فقير ودرويش مثلنا. أما إسا وبعد ما صار معه مصاري وصارت هالقطيعة بيننا وبينه، بعرفش إذا كان بيستقبلك. طب خليني حاول، لأني حاسي بوضع بي كثير، وبعرف إنه هو عم بيكابر على حاله مشان ما يضايقناش بهمه. بس بخاف يا ميادة إذا إجا بي. وينك يا بنت هاي؟ أهلين بيي أهلين. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. يا ستة من اللي أنت هاي جبت لك هريسة اللوز يلي بحبها قلبي تقبر عظامي قبر. يسلم ودياتك بيي، ليش معذب حالك؟ أفيش عذاب، عذابك راحة يا تقبرين هاي. تقبشيني قبش. شو وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ بالقهوة عم نطق حنك مع المعترين المعذبون في الأرض. شو؟ ميادة قالت لي شغلي أنا اقتنعت فيها. بخصوص شو؟ قالت إنه حابة تروح لبيت عمها خليل وتحكي معه. شو؟ بتروح لبيت عمها خليل؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خليل. شو عوين؟ شو بتروح لبيت عمها خليل؟ أفهمك شو الفكرة؟ ميادة عمي لنا إبريق متي. يلا أمي يلا. شو الفكرة يعني؟ ليش بتروح لعند عمها خليل؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خليل. قسما بالله. سهلة يا حيالله. مرحبا طبيب، عمي جوا؟
جوا تفضلي بالبستان تفضلي. اهلا وسهلا. هالنجيلات كلهم هذول قطفهم ها؟ ايوه حشهم كلهم. نظف تحت بيوت هالبطيخ كلهم نظفهم. يا غزوان بس تخلصوا خذ البيك اب وجيب السمادات معك. ايه مرحبا عمي. اهلين عمي يادا. اهلا وسهلا. اهلين فيك تاخذنيش جيتك ولا موعد؟ ولا عمي اهلا وسهلا بالحباب والقرابين فيش موعد يا عمي. الله يخليك. يا اهلا وسهلا تفضل يا عمي تفضل. شو بتشرب يا عمي؟ لا عمي بديش اشرب شي كثر خيرك. شو شايف جاي لحالك؟ وين بيك؟ بيني مشغول شوي واني حابه اجي لعندك لحالي. قدي عمي قدي. خير عمي؟ في شيء لا سمح الله؟ يعني بلا طولة سيري ومختصر الحديث بيي متضايق كثير. كر شو مضايقه؟ الارض اللي عنده كلسيه ومالحه وبدا شغل وتصليح لحتى يرجع يزرعه وتدر عليه. بصراحه بصراحه يعني خايف اذا اهمله ضيع منه مثل ما ضاعت الاولانيه. شو قصدك؟ أقصد الشيء بس يعني هلق بلا بسبسي. اذا كان بيك بعثك مشان قص الارض الاولانيه اللي فاكر بعقله الصغير انه بيو ورث له اياها فهذا الموضوع انتهى من زمان. عمي كيف انتهى يعني؟ طبعا انتهى لك يا عمي. مثل ما لك شايفه الارض هي امتداد لارضي وبي الله يرحمه ويحسن اليه اعطى كلام شفهي لبيك بخصوص هاي الارض فقام بيك بعقله الصغير قربط بهالارض بيديه ورجليه. وبيك للأمانة ما معوش طابو بهالأرض. وأنا لما قدمت للدولة إثباتات وتحقيقات وشهود ما كانوا سجلوا لي هالأرض باسمي. مزبوط ولا لا ولك يا عمي؟ يعني عمي أنت زلمي واصل وبتقدر تعمل يلي بدك إياه والعالم كله بتصدقك. طيب وبي زلمي ميادة أبي سواش تحكي مع عمك بهالطريقة هي أحسن ما أزعل منك. ها ألزم حدودك وعرف شو عم تحكي. أنت لساتك صغير يا عمي وما بتفهميش بهالمسائل هي أبدا. بس يا عمي بيي واقع بضيقة كبيرة وصفيان على الحديدي يعني ومثل ما بتعرف نفسه عفيفي وملك. بلا عفيفي بلا شريفة. أصلا عيب علي يبعثك لإلك هو قاعد بالبيت مثل النسوان. هو مبعثنيش أنا جيت هيك من حالي. ولك إسا بلا لف ودوران قولي لي شو بدك من هالزيارة وريحي لي قلبي. بديش شي يا عمي كثر خيرك. ولك يا عمي قعدي ولك قعدي عليتي لي قلبي قعدي واحكي لي شو بدك وبقي هالبحصة اللي بتمك عاد. ولا عمي ليش هيك عم تحكي معي وكأني عدوتك ولا غريبة عنك؟ عمي ميادة اتركي العواطف على جنب واسمعي شو رح قلك إسا. عمي أنا إنسان عملي ورح أعرض عليك عرض لو كان صاح لجدي ما كانش مات. شو هو؟ أنا من رأيي بدل أبوك ما يدين مصاري مشان يصلح عرضه لا ابيع أحسن له وبلال وجعة هالرأس وأنا مستعد عم اشتريها منه وادفع له حقه كاش وعلى دوز بارة. أنت بتعرف يا عمي العالم انفلس هالأيام وفيش حدا مع مصاري يشتري من حدا. الناس مات الهوى بالملعقة. يعني وانا لو ما كان بيك خيي والظفر بطلعش من لحمه لك يا عمي ما كنت اشتريتها منه بصراحه. يعني يعني اذا كان بيي خيك وبتحبه وقلبك عليه بصحيح دينه المصريات خليه يصلح فيهم الارض بلكي بتصير مصدر رزقنا لانه نحن ما بنقدرش نستغني عن الارض. لا والله يا عمي ما حذرت منه. اصلا انا اذا نويت انه دينه لبيك فبده يرد لي المبلغ مضاعف وانا بظن يعني انه بيك مش قد هالحمل. يعني بدك تاخذ منه فاير؟ سميه مثل ما بدك بس المضطر يا عمي بدو يتساهل صح؟ يعني ما عندكش غير هالحكي؟ لا والله يا عمي فش هذا الموجود. ايه تواخذناش عمي ضيعنا لك وقتك. هاي قلل مياذا بدو يشتري الارض؟ قول بدو يلهفها بده يسرقها مثل ما سرق الأولانية مش يشتريها. هذا هو خليل من يوم يومه دقي المي بتبقى معي. أصلا أنا ما كنتش بدي هزيارة تم من عين أصلها. معلش يا أبو ميادة معلش من ورا هزيارة عرفنا كيف بفكر. ماشي الحال ماشي الحال يا خليل. أنا بعرف شلون أتعامل معك من هلا ورايح. أخ أخ شبك يا أبو ميادة في شي؟ لا لا سلامتك ما في شي. قل لي شو واقف ناطير انا ناطير وإلي خاطير
قلي شو واقف ناطير؟ أنا ناطير وإلي خاطر. بدك تطول ولا رح تنام هنيك؟ لا بطولش، برجع على المغربيات. بدكي شاي؟ لا أبداً، سلامتك. الله يسلمك. بي دير بالك على حالك وكل على الطريقة مشان صحتك. لفت لك عروستين، وحدي بلبني ووحدي بزعتر. يسلموا هديات يا حبيبتي، يخلي لي إياكي. يلا سلام عليكي، يلا بخطركي. الله معك. الله يسلمك. سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ها صباح الخير ام اياده. صباح الخيرات يا هلا. هلا وين يا مهون؟ والله رايح على ضيعه عنكبوتة السرطان. ايه بعيد عليك كثير. لا مش بعيد ولا شيء، كله ساعتين زمان. برتاح شوي بضيعه هذه، شو اسمها هذه، خراده البقر. بعدين بكمل مشواري. وشو بدك تسوي بعنكبوتة السلطان؟ بدي زور مختار عنكبوتة السلطان، صيح بكثير، صار لي زمان ما شفتوش. على العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا طريف؟ شلون أخي ابن أمي وبيي؟ الحمد لله عمي أبو ميادة، داعي لك بالخير. داعي لي بالخير. لساتك هاضمه وعم تشتغل عنده؟ طبعا عمي ابو مياده، ليش انا الي غيره؟ لا ملوش غيره قال. يعني الله يهنيك فيه يا عمي اخي خلال. خلال كاني شايفك مشقلك اليوم، شو يعني حليت مشكلتك؟ الحمد لله رب العالمين، فرجها وزاد بعدي اسمه، بعدي اسمه الرب، بيقطعها من قرني بيوصلها من قرني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا هذا رايح عمي ابو مياده؟ راح لعند صاحبه مختار العنكبوت. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اها، وشو راح يساوي عم مختار العنكبوتة؟ بعرفش يا سيدي، بس شفت لك يا مبسوط كثير وقاعد لك على حماره وبايده شنطه صغيره وعم بيقول لاهل الضيعه انه رب العالمين فرجها عليه. يعني قبلك راح استقرض مصاري منه؟ علمي علمك يا سيدي. بقلي لك بعض؟ لا بديش بيض، بزبط لي نفس الأرقيلة. حاضر. شو رأيك بها المسجلة يا مييزة؟ هي بهيبة كثير، بتجنن، بتاخذ العقل. إلا مهيوبي، هذه هدية مني إليك حتى تسمعي فيها مييزة الحناوي وديانة حداد ونجوى كرم ورويد عطية. رويد عطية بعد هذه سوبر سوبر ستار. اسلموا إيديك بيي، اسلموا إيديك. بس ليش معذب حالك؟ أكيد هي غالي كثير. لا أفيش شي بيغلى عليك يا بنتي، ولما بيكون معي مصاري أبقصرش بشي، وهي الله بعدي اسمه وكرمه فرجها علينا وساد بعد، يعني تراب الأرض صار مثل الحنة، وهي سمدناها وزرعناها وعين الله علينا وزاد معنا فلوس بعد بتكفينا للموسم الجاي إذا الله راد. ربي الله يجزين كيف بختار العنكبوتة، شو إنه زلمي أكابر وقلبه من الله. لكن يا أمي إذا لكن الدنيا لساتها بخير والخلية تخربيت. سبحان الله يا ميزة، يعني أحياناً القريب بيقرصك بس إنه يفتو، والغريب بيداويك بعطفه ورحمته. سبحان الله بقلوب البشر. ليك مين جانا يا أم ميزة؟ ولشو جاي هذا لعنا يخرب بيته مثل البو؟ أكيد جاي يشمشين. على العافية عمي أبو ميادة. هلا طريف، إيش لهناك؟ الحمد لله داعي لك بالخير. خير إن شاء الله. شايفك عم تجدد عفش بيتك إذا ماني غلطان. أي والله عم نجدده.
ربك كريم، الحمد لله على نعمه، ربك فرجها وزاد. تفضل اعملي له عصير يا امي ميادة. لا 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 شكرا كثير عمي ابو ميادة، مستعجل شوي، بس يعني كنت مارق من هون، قلت ما حلو يمر وما سلمش علي. إيه لكن انت ابن اصل يا طريف. شكرا كثير عمي ابو ميادة، على العافية ان شاء الله. الله معك وقلبي دعي لك. قال بده يسلم علي، قال سلم على اخي خليل بايك. واصل. الله لا يسلم فيه ولا عظمه، هو ومعلمه. تفضل تفضل اشرب الشاي يا شباب. تعي يا ميزة، تعي نجرب المسجلي. وين الكتالوج؟ تعي عيني حدك. وين العرباي؟ هذا ما بعرفش انو لغة هذه. شو هذه؟ وين العرباي؟ وينه؟ هذه العربية. نظام التشغيل، ضع القابس غير المتوفر مع الآلي بالمقبس المتوفر قرب المخرج الرئيسي لمدخل زر السماعة الأحادية الصوت، ثم اضغط اضغط المقبس. شو هذا، عربي اللي عم بقرأ ولا إيراني؟ إسا أنت بتعرف تقرأ إيراني شي؟ هذا عربي أكيد. عربي؟ آه. طيب شو هذا القابيس؟ شو بعرفني؟ والمقبس؟ كمان بعرفوش. أصبح خشن البياع، أفيش كلام، لازم نرجعها هذه الآلي. مثل ما عم قلك يا سيدي، عم يجدد بيته كله وجاي فرش جديد ومسجلي وكراسي وضحك وتم وشبر. قر من جت المصاري؟ ولك امبارح كان أندبوري، ولك أندبوري ما معه متليكة بيضة صلح فيها أرضه وحالته بالويل. معقول؟ منين جت المصاري عم بعزق فيها؟ منين؟ والله يا سيدي شغلة غريبة مش عارف. قسما بالله فرحت لك من جوات قلبي يا ابو ميادة، وان شاء الله الف الف مبروك، انت بتستاهل وقلبك ابيض. الله يبارك فيك يا ابو فياض، قسما بالله تراب الارض صار مثل الحني بعد ما استصلحناها. ايه الله يبعث لنا اولادين الحلال اللي احنا الثانيين ينشلنا من الهم اللي احنا فيه. ربك كريم يا ابو متعب، ربك كريم. اتقطعش املك من رحمه ربك؟ انت واراضيك انخصبي، بس ناقصكن شويه مطر. بالمناسبه بكره انتم معزومين عندي على الغذا بمناسبه تجديد البيت واستصلاح الارض. قدها وقدود يا ابو ميادة، ان شاء الله تظل ديارك عامره. ان شاء الله. الله يعزك ويخليك. يا معزه هات طقم شاي ثاني. المهلي المهلي هسه نطول غدا يا ابو ميادة، جعنا يا اخي. يلا يلا جاي جاي، خس جوع يا شباب. يا الله. تفضلوا صحه وهنا. شو هاد منسف؟ ولك ليش هيك عامل يا ابو ميادة؟ شو عملت يعني؟ يعني لو عرفانين عازمنا على منسف كنا جوعنا حالنا يومين ثلاثة. طب ايش هكثير يا ابو ميادة، ما كانش في ضرورة، نحن ملناش غربة. كثير مثقلها يا ابو ميادة كثير. لك مدوا ايديكم هلق وكلوا هوا العمى على القصة. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا ميادة هاتي ماي. يلا يلا شاي شاي. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. يسلموا هديه يا ميادة، كلوا صحة وعوافي ان شاء الله. خير يا ابو ميادة، شبه حاسس شيء مثل سيخ النار بصدري. ميادة 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 ميادة. خير خير ابراهيم، سلامة قلبك. الله يخدوه، سطحوه على الديوان. دخيلك يا ابو خليل، نطلع لديك شو ما خليل يجي دخيلك بسرعه. تعال معي يا ابو فرحان. تعال يقر، شو الحكي؟ قلت لي عامل عزيمة عنده بالبيت لك. اي والله يا سيدي، ثق لي اللي حام ابو مسعود. وان شاء الله عمك ابو مسعود معزوم عنده كمان. لا يا سيدي مش معزوم ابو مسعود، بس ابو ميادة اشترى خروف المنسف من عند اللي حام ابو مسعود. خروف ومنسف لكان؟ اي والله يا سيدي. بدي اعرف هالرجال منين بجيب مصاري وبعزقها، منين منين بجيب؟ بعرفش. عليك العافية يا ابو ميادة. الله يعافيك يا دكتور. ما على قلبك شر يا ابو ميادة. الله يسلمك. عليك العافية. كيف شايفني؟ اطمنوا اطمنوا ان شاء الله خير. يعني بين شو في معه ولا بعد؟ الحقيقه قلبه تعبان شوي وبده مداراه. يدلي يعني بده عمليه؟
لا يعني لليمت لحالاته ما بتنفعه العملية. إن شاء الله إن شاء الله على الحبوب والأدوية بيمشي الحال. دكتور أني باكل دسم كثير وبحب الهبر، إلو هالشي علاقة بوضعية ترى؟ لا لا ولا يهمك أبو ميادة، ما له علاقة. يعني لازم يرجع على المشفى دكتور؟ نحن عملنا الفحوصات والتحاليل بالصور اللازمة وما في داعي يرجع على المشفى. يلا عن إذنكم. كثر خيرك، يعطيك العافية دكتور. صحة وهنا إن شاء الله. عقلبك يا أم يادة. بتريد شيء ثاني؟ أم يادة بدي منك تبعتي ورا خي خليل، بدي شوفه ضروري. حاضر بيي، اسا بروح لعنده. خير، شو بدك منه؟ بدي احكي معه كم كلمة قبل ما ودع هالدنيا يا أمي إذا. هي سلامة قلبك يا بيي، شو هالحكي يعني؟ الله يطولنا بعمرك وخلينا إياك فوق راسنا. واك يا بنتي شو طويل وشو قصير؟ خلاص يا أمي إذا، الرحلة انتهت، دوري بهالحياة انتهى يا بنتي، وما في حدا فينا مخلد بهالدنيا. شو يعني؟ بدي أعيش للأبد، للأبد ولك بنتي، لا يدوم إلا وجهه الحي القيوم. إسا قيمنا من هالحكي وقلي شو أعمل لك اليوم؟ شوربة رز مع البقدونس ولا لحم مدللي؟ شلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وين مشوارك؟ والله رايح زور ابو ميادة. قل لي شو اخباره؟ ان شاء الله حالته تحسن. لا والله يا ابو متعب، وبيني وبينه المرض بطان عليه وحالته بتسرش. الله يعافيه ويشفيه. يلا يلا نروح معك. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا عمي، تفضل تفضل. بريد فضلك يا عمي. سلامة قلبك يا ابراهيم، ما على قلبك شر يا خي، الله يعافيك. الله يعافي قلبك يا خليل. الحقيقة أنا زعلان خي، زعلان كثير. معقول تكون مرضان وأنا أدرى من العالم؟ ميادة تركينا شوي حبيبتي. حاضر بي. اسمع يا خليل، أيامي صارت معدودة وقلب المؤمن دليله، وباعتبارك خيي بريد منك تلبي لي هالطلب. ولو يا خي إبراهيم، تكرم عيونك، انت خيي الكبير وطلباتك أوامر، تكرم من عيني هاي قبل هاي. وبترجاك تخلي هالكلام سر بيناتنا يا خليل. ايه تكرم عيونك خيي، سرك كبير إن شاء الله. أنا كان عندي صيغة ومجوهرات وشوي الذهب من وقت ما تجوزت، وهذول غاليين علي كثير يا خليل، وكنت مخبيهن وما حدا بهالدنيا بيعرف قصتهن. مفهوم مفهوم. وقديش يعني بتطلع قيمتهن؟ 900,000 ليرة. ولما ضاقت علي الدنيا وتسكرت البوابة وشي، حطيتهن بصندوق ورحت لعند مختار عنكبوتة السلطان وودعتهم عنده، وعطاني 400,000 ليرة دين شخصي. الزلمي الله يبارك فيه بيحبني وإيده للخير، وضل الصندوق عنده رهن لحين سداد هالمبلغ. قلت له يا مختار إذا صار ما صار راح بعت لك المصاري مع أخي خليل. بقى أعطيه الصندوق بمجرد ما يعطيك المصاري. تفضل. وهي مفتاح الصندوق، ترجاك يا خليل، بترجاك تدفع له 400,000، وأني مسامحك ببقية المبلغ تبع الصيغة، وبيحق لك تتصرف فيه حلال زلال لقاء هالخدمة هذه. تكرم عيونك خيبو ميادة، تكرم عيونك. خلص طلبك مجاب إن شاء الله. كثر خيرك يا خليل، وهلق بقدر بقدر موت واني مرتاح.
وهذه دشيش. يا اهل الديري، يا اهل الضيعه، رحموا على المرحوم ابراهيم زين الدين ابو بياده. يا اهل الديري، يا اهل الضيعه، رحموا على المرحوم ابراهيم زين الدين ابو بياده. مساء الخير عمي. مساء النور. المختار موجود؟ اي موجود، تفضل. كثر خيرك. امين يا ارحم الراحمين. رحمة الله عليه وجعل مأواه الجنة. تعيش يا مختار. والله يرحم امواتك وامواتنا. وكثر الله خيرك اللي دينت خي ابراهيم وفكيت كربته. قديش كانوا الدينات يا مختار؟ 400,000 ليرة. على راسي يا مختار. وهي ال 400,000 ليرة وعدون. بسم الله. وهلق يا مختار، يعني لو منكلف خاطرك الصندوق حسب وصية المرحوم. اي تكرم، على عيني وراسي. الحق ما فيهوش مني، هيك كان الاتفاق. تسلم يا مختار. تفضل يا سيدي. يسلم يا مختار. وهي الورقة راح امضيها قدامه واعترف لك فيها بانه ارض اخوك بريء الذمة نهائيا. انه ارض يا مختار؟ الارض تبع المرحوم خيك. شبهها؟ ولو كانت مرهونة عندي. الارض مرهونة؟ طبعا، على انه اساس دينته 400,000 ليرة لكان الارض هي الضمانة. يعني المرحوم رهن ارضه مقابل هال 400,000 ليرة؟ شو مفكر لكان؟ وانت اسا فكيت رهنها، وهي توقيعي بفكر رهن. بكره رح ابعت هالورقه لعياله حتى يفرحوا. قل لي يا مختار، تعرف شو في بهالصندوق؟ لا والله، علمي علمك، هذا اماني عندي. هو قال لي اذا اجا خيي خليل اعطيه. وزنات حديد؟ أخي العزيز خليل، سددت لي ديني وفكيت لي رهن الأرض، جزاك الله كل خير يا خيي. وبهالصورة يمكن استرجعت منك حق الأرض الأولانية يلي خلف لي إياها الوالد، ويلي جنابك لطشت مني زورا وبهتانا. إيه الله يسامحك ويسامحني. بس قلك رح تطمن روحي بانه مراتي وبنتي رح يعيشوا مستورين من خير هالارض باذن الله. اخوك المرحوم ابراهيم زين الدين ابو ميادة. في شي خليل بايك؟